مرحبا بكم أعزائي في هذا الفيديو المخصص لدرس التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية على مستوى الخلية. هذا الجزء سوف أخصصه لظاهرة التنفس، فكما تعلمون أعزائي أن المادة العضوية نقصد بها كل عنصر يتكون من العناصر الكيميائية الثلاث التالية: الكربون، الأكسجين والهيدروجين. ونقصد بالمادة العضوية كل من الدهنيات، السكريات والبروتينات. بالنسبة للخلية عند إنتاجها للطاقة، فهي تستعمل السكريات كمادة أولى، وفي غياب السكريات تستعمل الدهون، وفي غياب السكريات والدهنيات تلجأ الخلية إلى البروتينات كآخر مصدر لإنتاج الطاقة. ظاهرة التنفس هي ظاهرة بيولوجية تتم في وسط حي هوائي، أي وسط يتواجد فيه الأكسجين بوفرة. وهذه الظاهرة تساعد على الأكسدة الكلية للمادة العضوية وتحرر طاقتها كاملة، وهي تحدث على مستوى بنيات سيتوبلازمية تسمى الميتوكوندريات. إذن فعند وجود مادة عضوية بوجود ثنائي الأكسجين وبوجود الميتوكوندريات، يتم هدم المادة العضوية وتحرير CO2 أي ثنائي أكسيد الكربون، جزيئات الماء وطاقة. هذه الطاقة يتم تحريرها على شكلين: طاقة على شكل جزيئات ATP وهو شكل الطاقة التي تستعمله الخلايا، وجزء آخر يتم تحريره على شكل حرارة. بالنسبة للميتوكوندري، فهي عضيات سيتوبلازمية تتم على مستواها مجموعة التفاعلات التنفسية. في الخلايا التي تعتمد على التنفس من أجل إنتاج الطاقة، نلاحظ دائما أن الميتوكوندريات يكون عددها كثيرا. تلاحظون أن الخلايا الممثلة في الصورة المجهرية تبدو كأنها محببة نظرا لوفرة الميتوكوندريات، وكذلك يكون حجمها كبيرا ونشاطها الأنزيمي يكون مهما. إذن فخلال إنجازكم للتمارين، عندما يعطونكم معلومات عن خلية تتواجد فيها ميتوكوندريات كثيرة وحجم الميتوكوندريات كبير ونشاطها الأنزيمي مهم، فهذه الخلية بالتأكيد تقوم بإنتاج الطاقة عن طريق مسلك التنفس. بالنسبة للميتوكوندري، تلاحظون على الصورة أنه عبارة عن عضية تتكون من غشاءين: غشاء خارجي يحيط بها، وغشاء داخلي يرسل امتدادات نحو الداخل. يقسم هذا الغشاء الداخلي الميتوكوندري إلى عدة مقطورات، وفي فضائها الداخلي يوجد سائل غني بالأنزيمات وبالمواد الكربونية، يسمى هذا السائل بالماتريس، كما أنه يحدد حيزا آخر بينه وبين الغشاء الخارجي يسمى بالحيز البيغشائي. أقدم لكم هنا رسما تخطيطيا لميتوكوندري. إذا طلب منكم رسم تخطيطي للميتوكوندري، فيمكنكم أن ترسموا الشكل التالي: يتوفر الميتوكوندري على غشاء خارجي، على غشاء داخلي، بينهما حيز يسمى بالحيز البيغشائي. داخل الميتوكوندري يسمى بالماتريس، والامتدادات التي يرسلها الغشاء الداخلي للميتوكوندري تسمى أعرافا. عندما أتحدث عن فوق البنية، فالأمر يختلف عن البنية. بالنسبة لبنية الميتوكوندري، فنحن نحدد مجموع العناصر المكونة للميتوكوندري. وعندما أتحدث عن فوق بنية الميتوكوندري، يعني أنني أتحدث عن مكونات كل عنصر من عناصرها على حدة. من بين أهم ما يميز الميتوكوندري توفرها على غشاءين: الغشاء الخارجي والغشاء الداخلي. بالنسبة للغشاء الخارجي، فهو يتكون من 60% من البروتينات و 40% من الدهنيات التي تشبه دهنيات الغشاء السيتوبلازمي. أما الغشاء الداخلي ف
فهو يتكون من 80% من البروتينات وفقط على 20% من الدهنيات. يتكون من 80% من البروتينات، وهذه البروتينات تنقسم إلى بروتينات غشائية، وهي عبارة عن نواقل إلكترونات تتوفر على قنوات غشائية، وهي عبارة عن قنوات تنقل البروتونات، كما أنها تتكون كذلك من ATP سنتيتاز. وعندما نتحدث عن ATP سنتيتاز فهو عبارة عن قناة بروتونية، وفي نفس الوقت هو عبارة عن أنزيم يؤدي إلى تركيب ATP أو يحفز تفاعل تركيب ATP. أما بالنسبة للماتريس فهو يتوفر على مجموعة من المركبات الكربونية الناتجة عن هدم حمض البيروفيك، سنتحدث عنه فيما بعد، كما أنه يحتوي على مجموعة من الأنزيمات المزيلة للهيدروجين والمزيلة للكربون. إذن هنا فظاهرة التنفس تتم في عدة مراحل. أول مرحلة تسمى انحلال الجليكوز، وهي تتم على مستوى الجبلة الشفافة. الجبلة الشفافة نقصد بها السيتوبلازم، إذا انتزعنا منه جميع العضيات ما يبقى هو الجبلة الشفافة. بعد ذلك ينتقل حمض البيروفيك الناتج عن انحلال الجليكوز على مستوى الماتريس، حيث يخضع لعدة تفاعلات تسمى تفاعلات دورة كريبس. وكذلك يتم إنتاج مجموعة من النواقل TH2 خلال حلقة كريبس، وهذه النواقل يجب أكسدتها، وذلك على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري. سوف نرى كل مرحلة على حدة وبالتفصيل. انحلال الجليكوز هو ظاهرة خلوية لا هوائية، أي أن جميع تفاعلات انحلال الجليكوز لا تحتاج إلى تواجد الأكسجين في الوسط. خلال انحلال الجليكوز يتم هدم جزيئات جليكوز واحدة وإنتاج جزيئتين من حمض البيروفيك مع إنتاج طاقة ضعيفة خلال هذه التفاعلات. بالنسبة لانحلال الجليكوز فهو ظاهرة مشتركة بين التخمر والتنفس، أي أن الاختلاف يبدأ منذ إنتاج حمض البيروفيك، وانحلال الجليكوز يتم على مستوى الجبلة الشفافة. تفاعلات انحلال الجليكوز هي عبارة عن سلسلة من التفاعلات، بحيث أن ناتج التفاعل الأول يتفاعل ليعطي ناتجا آخر. انطلاقا من جزيئات الجليكوز نحصل في نهاية المطاف على جزيئتين من حمض البيروفيك. بالنسبة لكم أنتم كتلاميذ السنة الختامية من تلك البكالوريا، فأنتم غير مطالبين بمعرفة مجمل هذه المركبات ولا تفاصيل هذه التفاعلات. بالنسبة لهذه التفاعلات ما يجب عليكم معرفته هو أنها تفاعلات ليست تلقائية، أي أنها تفاعلات تستلزم أنزيمات نوعية تحفز كل تفاعل، أي أنه بالنسبة لكل تفاعل له أنزيم خاص يحفزه. ما يطلب منكم هو انطلاقا من هذه التفاعلات أن تستخرجوا الحصيلة الطاقية، أي انطلاقا من انحلال الجليكوز كم أنتجنا من الطاقة. التفاعل الأول هو تفاعل تفسفر الجليكوز ليعطي الجليكوز 6-فوسفات، أي أن هذا التفاعل يستهلك الطاقة، بحيث أن المجموعة الفوسفاتية التي تثبت على الجليكوز تؤخذ من جزيئات ATP. إذن هنا لدينا استهلاك جزيئات ATP. تحت تأثير أنزيم خاص يتحول الجليكوز 6-فوسفات إلى الفركتوز 6-فوسفات، بعد ذلك يحدث تفسفر للفركتوز 6-فوسفات بواسطة جزيئات ATP، فيعطي الفركتوز ثنائي الفوسفات، أي أن هناك استهلاك جزيئات ATP أخرى. خلال هذه المرحلة الأولى من انحلال الجليكوز يتم استهلاك الطاقة. في المرحلة الثانية نلاحظ أن الفوسفوغليسيرالديهيد تحدث له عملية تفسفر، بحيث يتم إدماج PE، أي مجموعة فوسفاتية حرة، ليعطي ثنائي الجليسيرات، ثنائي الفوسفوغليسيرات.
وخلال هذا التفاعل يحدث كذلك يحدث اختزال الناقل NAD+ ليعطي NADH2. خلال التفاعل السابع تحدث إزالة الفوسفور لثنائي الفوسفوغليسيرات، حيث تسلم المجموعة الفوسفاتية الأولى لجزيئات ATP لتعطي جزيئات ATP، أي أنه هنا لدينا إنتاج جزيئتي ATP. وفي التفاعل النهائي التفاعل العاشر تسلم آخر مجموعتين فوسفاتيتين لجزيئتي ATP لنحصل على جزيئتي ATP وعلى حمض البيروفيك. استهلكنا جزيئتي ATP وأنتجنا أربع جزيئات ATP، إذن فالحصيلة هي جزيئتي ATP، كما أنه كذلك تم إنتاج جزيئتي NADH2 وهي عبارة عن جزيئات طاقية. يطلب منكم كذلك إعطاء التفاعل الإجمالي. عند إعطاء التفاعل الإجمالي على المسودة تقومون بكتابة المتفاعلات والنواتج. نأخذ المتفاعل الأول وهو جزيئات الجليكوز C6H2O6 والناتج النهائي وهو حمض البيروفيك. انطلاقا من جزيئة جليكوز واحدة نحصل على جزيئتي حمض البيروفيك CH3COCOH. كذلك نكتب كل ما يدخل التفاعل وما ينتج عنه. خلال التفاعل الأول والثالث تم استهلاك جزيئتي ATP وأعطت جزيئتي ATP. خلال التفاعل السادس حدث تفاعل تفسفر، حيث تم إدماج PE وتم اختزال NAD+ وإعطاء جزيئتي NADH2. في التفاعل السابع تم تفسفر جزيئتي ADP وإعطاء جزيئتي ATP. وفي التفاعل العاشر حدث كذلك تفسفر ADP وإعطاء جزيئتي ATP. هنا نقوم باختزال العناصر التي تتكرر بين المتفاعلات والنواتج. هنا لدينا جزيئتي ATP تم استهلاكهما وجزيئتين تم إنتاجهما. تم إنتاج جزيئتي ADP واستهلاك جزيئتي ADP. إذن ما يتبقى لنا في المتفاعلات هو الجليكوز 2PE 2NAD+ و2ADP، وفي النواتج 2CH3COCOH 2NADH2 و2ATP. إذن هذا هو التفاعل الإجمالي. دورة كريبس هي ظاهرة خلوية تحدث على مستوى مطريس الميتوكوندري، وهي كذلك عبارة عن سلسلة من التفاعلات التي يتم خلالها أكسدة حمض البيروفيك واختزال كل من النواقل NAD+ وFAD. خلال دورة كريبس واحدة يتم إنتاج جزيئة واحدة من ATP، وهذا ما سنراه في حلقة كريبس. حلقة كريبس هي كذلك سلسلة من التفاعلات التي تتم بتحفيز من أنزيمات نوعية. أول تفاعل هو تشكل الأسيتيل كونزيم A انطلاقا من حمض البيروفيك، والكونزيم كوأنزيم يعني مساعد أنزيم، وهذا الكونزيم دوره هو أنه يأخذ شق الأسيتيل من حمض البيروفيك ليقوم بتثبيته على جزيئات لوكسالو أسيتات أو حمض أوكسالو أسيتيك لكي يعطي حمض أسيتريك،
وانطلاقا من هنا تبدأ سلسلة من التفاعلات التي تعطي في نهاية المطاف حمض أوكسالو أسيتيك والذي يتفاعل مع جزيئات أسيتيل كونزيم جديدة. ما يطلب منكم كذلك هنا هو تحديد الحصيلة الطاقية. لدينا في التفاعل الأول، أول تفاعل هو تفاعل إزالة كربون بحيث يتم تحرير جزيئات CO2، وكذلك عندما يكون إزالة كربون يكون معه إزالة هيدروجين، والهيدروجين تأخذه جزيئات NAD+ لكي تعطي NADH2. NADH2 تسمى كذلك نواقل لأنها تنقل الإلكترونات والبروتونات. إذن هدى لدينا إنتاج جزيئات NADH2. في التفاعل الرابع لدينا إزالة كربون بحيث يتم تحرير جزيئات CO2 وإنتاج NADH2. في التفاعل الخامس كذلك لدينا إزالة كربون ومع إزالة هيدروجين تأخذه جزيئات NAD+ لتعطي NADH2. في التفاعل السادس يتم إنتاج جزيئات GTP أو ATP حسب نوع الخلايا. في التفاعل السابع لدينا إزالة هيدروجين، هذه المرة تأخذه جزيئات FAD. وفي التفاعل التاسع لدينا إزالة هيدروجين بحيث أن بروتونات H زائد والإلكترونات تأخذها جزيئات NAD+ لتعطي NADH2. إذن هنا لدينا الحصيلة أربع جزيئات NADH2، جزيئات ATP وجزيئات FADH2. بالنسبة لجزيئات ATP يمكن استعمالها مباشرة من طرف الخلايا، لكن بالنسبة للنواقل NADH2 وFADH2 هي عبارة عن جزيئات طاقية. لكن إضافة إلى هذا، فتحول NAD وFAD إلى NADH2 وFADH2 سوف يؤدي إلى انتهاء NAD+ وFAD، وفي غياب متقبل الإلكترونات والبروتونات سوف تتوقف أكسدة حمض البيروفيك. بما أن تركيز هذه الجزيئات محدود على مستوى المطريس، إذن فمن الضروري أن تحدث تفاعلات أكسدة النواقل لكي تستمر حلقات كريبس. قلنا إذن أن جزيئات NAD+ وFAD يتم اختزالها خلال حلقات كريبس لتعطي NADH2 وFADH2. هذه الجزيئات تنتقل نحو الغشاء الداخلي للميتوكوندري حيث ستتم أكسدتها. بالنسبة للغشاء الداخلي للميتوكوندري، قلنا بأنه يحتوي على 80% من البروتينات. أغلب هذه البروتينات عبارة عن نواقل للإلكترونات أو البروتونات، يعني أنها إما أنها تنقل الإلكترونات فقط أو أنها تنقل الإلكترونات والبروتونات. انطلاقا من المعطي الأول TH2، TH2 نرمز بها لجزيئتي NADH2 وFADH2. تنتقل الإلكترونات من هذه النواقل نحو المتقبل النهائي وهو جزيئات الأكسجين. بالنسبة لمجموع هذه البروتينات،
الغشائية هو ما يسمى بالسلسلة التنفسية. يعني إذا طلب منكم أن تعطوا تعريفا للسلسلة التنفسية، فالسلسلة التنفسية هي مجموعة من البروتينات الغشائية التي تنقل الإلكترونات والبروتونات من المعطي الأول أي NADH2 وFADH2 نحو المتقبل النهائي للإلكترونات والبروتونات وهو جزيئات الأكسجين. كيف تتم أكسدات NADH2؟ لدينا هنا الغشاء الداخلي للميتوكوندري. دائما عندما نحاول توجيه الغشاء الداخلي للميتوكوندري لتحديد الماتريس من الحيز البيلغشائي، نعتمد على الكرات ذات شمراخ أي الكرة الملتصقة بATP سنتيتاز. الكرة دائما تكون موجهة نحو الماتريس. هنا سوف أرمز لبروتونات H زائد بالكرات الزرقاء والإلكترونات بالبرتقالية. بالنسبة لـ NADH2 فهو الذي له أقوى جهد أكسدة اختزال، وبالنسبة للبروتينات الغشائية المكونة للسلسلة التنفسية فقد رمزنا لها من T1 إلى T6 وهي مرتبة حسب جهد أكسدة اختزالها. بالنسبة لـ NADH2 عند تواجدها قرب الناقل T1 يسلمه الإلكترونات، ونعلم بأن هذه الإلكترونات هي التي تربط بروتونات H زائد ب NAD+. إذن هنا عندما تسلم NADH2 الإلكترونات إلى T1 تعطي NAD+ وتحرر بروتونات H زائد في الماتريس. بالنسبة لجزيئات NAD+ فهي تتوجه نحو حلقة كريبس. هذه الإلكترونات عندما يستلمها الناقل T1، بالنسبة للنواقل T1 T4 وT6 فهي تعتمد على الجهد، بالفرنسية تسمى كانو فولتاج ديبوندون. ماذا يعني هذا؟ يعني أنها بمجرد أن تستلم إلكترونات فهي تفتح قناتها وتقوم بإخراج بروتونات H زائد من الماتريس نحو الحيز البيغشائي. إذن هنا بعد استلام T1 للإلكترونين تنفتح القناة ليخرج 3 بروتونات H زائد. بعد ذلك تكمل الإلكترونات طريقها عبر الناقل T3 نحو T4، تنفتح قناة T4 ويخرج بروتوني H زائد. تكمل الإلكترونات طريقها عبر الناقل T5 نحو T6 الذي بدوره تنفتح قناته لكي يخرج بروتوني H زائد. على مستوى T6 تتواجد جزيئات الأكسجين، تستلم جزيئات الأكسجين الإلكترونات وبالتالي تعطي O2 ناقص الذي يثبت بروتوني H زائد ليعطي جزيئات الماء. إذن نلاحظ هنا أن إلكترونات NADH2 أدت إلى خروج بروتونات H زائد من الماتريس نحو الحيز البيغشائي. إذن فتركيز بروتونات H زائد في الحيز البيغشائي ترتفع وفي الماتريس تنخفض، وهذا يؤدي إلى إحداث ممال في تركيز بروتونات H زائد. ونحن نعلم أنه في الطبيعة دائما يجري البحث عن التوازن، إذن فبروتونات H زائد يجب عليها العودة نحو الماتريس من أجل خلق هذا التوازن. وبما أن الغشاء الداخلي للميتوكوندري يتكون من دهنيات غير نفوذة فبروتونات H زائد سوف تعود عبر قناة ATP سنتيتاز، وبما أنها تمر بقوة فهذه القوة البروتونية يتم استغلالها من طرف ATP سنتيتاز، بحيث أنه عند مرور بروتوني H زائد يتم تفسفر جزيئات ATP بواسطة PE لكي تعطي جزيئات ATP. إذن كل مرور لبروتوني H زائد يؤدي إلى تركيب جزيئات ATP واحدة. وإذا حسبنا عدد بروتونات H زائد التي خرجت بفعل إلكترونات NADH2 فإلكترونات NADH2 أدت إلى خروج 7 بروتونات H زائد، وباستعمال علاقة ثلاثية نجد أن كل جزيئات NADH2 تعادل 3 جزيئات ATP. أما بالنسبة لجزيئات FADH2 فجهدها
أقصد جهد أقصد اختزال محصور بين جهد T1 و T2، وبالتالي ف FADH2 يسلم إلكتروناته إلى النقل T2. بعد تحريره للإلكترونات FADH2 يعطي FAD ويحرر بروتوني H زائد. FAD يتوجه نحو حلقة كريبس لكي يتم إدماجه وأكسدات حمض البيروفيك. أما الإلكترونات التي تم تحريرها فهي تنتقل نحو T3 ثم نحو T4، والذي يقوم بفتح قناته لكي يقوم بإخراج بروتوني H زائد. تنتقل الإلكترونات نحو T5 و T6 التي يفتح كذلك قناته لكي يتم إخراج بروتوني H زائد. على مستوى T6 توجد جزيئات الأكسجين التي تستقبل الإلكترونات وتتفاعل مع بروتونات H زائد لكي تعطي جزيئات الماء. وكما شرحنا سالفا بالنسبة لـ NADH2 فيحدث ممال في التركيز بحيث يرتفع تركيز H زائد في الحيز البغشائي وينخفض في الماتريس، مما يؤدي إلى عودة بروتونات H زائد عبر قناة ATP سنتيتاز، وبمرور بروتوني H زائد تتم تفسفور ATP وإعطاء جزيئات ATP. قلنا بأن مرور بروتونين يؤدي إلى تركيب جزيئات ATP واحدة، وإلكترونات FADH2 أدت إلى خروج 4 بروتونات H زائد. وكذلك باستعمال علاقة تراثية نجد أن كل جزيئات FADH2 تعادل جزيئتي ATP. لنحسب إذن الحصيلة الطاقية الإجمالية لظاهرة التنفس. قلنا بأن جزيئات الجليكوز خلال انحلالها نحصل على جزيئتين من حمض البيروفيك، وخلال هذه التفاعلات يتم إنتاج جزيئتي ATP وجزيئتي NADH2. كل جزيئات حمض البيروفيك فهي تدخل في تفاعلات حلقة كريبس، وكل جزيئات جليكوز تعطي جزيئتين من حمض البيروفيك، إذا ما سنحصل عليه سوف نضاعفه. كل حلقة كريبس تعطي 4 جزيئات من NADH2، جزيئات ATP وجزيئات FADH2. بالنسبة للنواقل NADH2 و FADH2 تتم أكسدتها على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري. لدينا 4 جزيئات NADH2 من كل حلقة كريبس، نضاعفها في 2 نحصل على 8، إضافة إلى الجزيئتين اللتان تم إنتاجهما خلال انحلال الجليكوز، يعني 10 جزيئات NADH2. كل جزيئات ATP تنتج عن حلقة كريبس نضاعفها ونضيف إليها الجزيئتين اللتان تم إنتاجهما خلال انحلال الجليكوز، مما يعطي 4 جزيئات ATP. كل حلقة كريبس تعطي جزيئات FADH2 نضاعفها، إذن لدينا جزيئتي FADH2. قلنا بأن كل جزيئات NADH2 تعادل 3 جزيئات ATP، إذن نضرب 10 في 3 هي 30 جزيئات ATP. 4 جزيئات ATP وكل جزيئات FADH تعادل جزيئتي ATP مما مجموعه 4. إذن مجموع جزيئات ATP الناتجة عن ظاهرة التنفس هي 38 جزيئات ATP. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى درس آخر إن شاء الله. دمتم بخير.